In the midst of Yemen's crisis, a haven of hope and healing stands out, the child-friendly space. Here, amidst the echoes of conflict, children find a sanctuary to learn, play, and grow. نزحنا من مخيم من الحديدة إلى مخيم أتيرا قبل 5 سنوات. يلعب يعني ما كانش يعني يشوف عشان يلعب مع الأطفال. ما يقدرش يعني يشوف ولا يشوف الألعاب يميز مع ذي الحاجة مع ذي الحاجة عشان كذا ما يقدرش أنه يخرج يخاف لأنه ما يشوفش. يعني للأطفال يلعبوا يعني يغيروا يعني شوية من يقضوا من وقتهم وأن المكان آمن يلعبوا فيه. From mothers learning to nurture under new circumstances to children rediscovering the joy of play, this space is a transformative journey for all. نلعب ألعاب كثيرة عملون مسابقات تحديات كنت ألعب بالشمس كنا نلعب مسدسات بالشارع بالشمس لما المنظمة نزلت هذه كنا نلعبها قبل ما تيجي المساحة هذه كنت أنا تعبانة يعني لما تقول كان عندي زملات كبئات يعني أتضايق من أي شغلة من أي كلمة ما عند سرنا يعني نشوف كيف قيمة عيالنا وكيف ساروا ما شاء الله وضعهم وصاروا متعلمين عندما تعالجت استوعبت وعندما اجت الخيمه هذه ما شاء الله وعلمت عيالي فيها وعلموني كيف اعتمد على نفسي وكيف اربي اسرتي وكيف اهتم بعيالي بوطو يعني ما اصيحش فوقهم ولا اضربهم ولا يكونوا يعني يهربوا مني بقيت انا الان بصحتي الكامليه واستوعبت كيف اهتم بعيالي قلت لك الان اشوف صحتي الحمد لله واشوف عيالي ما شاء الله صرت اهتم بهم ويحترموني ويقدروني The impact of this child-friendly space extends beyond the children. It's reshaping family dynamics, bringing peace and understanding to households torn by conflict. In a land where innocence is often the first casualty of conflict, the child-friendly space is a beacon of light. Together, we can ensure these spaces continue to flourish, offering a childhood worth cherishing.